كلنا نعرف اليوم انه الاطفال هن انعكاس عن عيلتهم وتربيتهم تماما. فاليوم احنا مع بدايه دخول الاطفال للمدرسه بنلاحظ انه في فئه من الاطفال بيتصرفوا سلوكيات عدوانيه ان كان مع رفقاتهم او مع مدرسين اكيد. فاليوم لازم نحن نعرف نتصرف مع هذا الطفل، كيف لازم يتعامل معهم وكيف لازم نحسن من سلوكه يا رشاد. اكيد اليوم في طرق كثير واساليب كثير، واليوم يعني الامان الكادر التدريسي والتربوي ضمن المدارس وضمن الروضات عم يبلش مع الطفل بعمر مبكر لتحسين سلوكياته. بنشوف طفل عدواني، بنشوف طفل غاضب، بنشوف طفل عم يصرخ بدون اي سبب. اليوم اذا بنرجع للاسباب، خلونا بالبدايه نرجع للبيت لحتى نقدر نحل هي المشكله. اليوم ضيفتنا الاخصائيه التربويه ربا ناصر حتجاوبنا على كل هدول الاسئله، نحن كيف قادرين نتعامل مع الطفل اللي عنده سلوكيات خلينا نقول شوي ما نصح كرمال نعدل مسيره سلوكه. مرحبا يا ربا. مرحبا، صباح الخير. صباح الخير، اهلا وسهلا فيكي استاذه ربا. يعني موضوع دائما بكل سنه بيكون موجود، بنلاقي هي الفئه من الاطفال اللي عندها سلوك عدواني، سلوك غير لائق بالمدرسه. خبرينا اكثر شو هي ابرز المشاكل السلوكيه اللي بنلاحظها عند الاطفال بالمدرسه. تماما، نحن هلا بلش العام الدراسي، كل عام وانتم بخير وكل طلابنا ومعلمينا بسوريا اكيد بالف خير. صراحة المشاكل السلوكية اللي بتواجهنا نحن كأمهات بعدين بتواجه الكادر التدريسي هي موجودة بالأصل، لكن هي ردات فعل لحتى يظهر الطفل قديش أنا عندي حضور، أنا موجود. تمام، وبيشوف هو من ردات فعلنا، حسب ردات فعلنا هو بقى بيتصرف معنا، يا بيزيدها يا بخففها. هلا أغلب الوقت يعني بتحسي نحن بجيل عم يتسلى فينا صراحة. يعني هو بيعرف الصح من الغلط، إنه بموقف ما صار بأحد المرات إنه أنا عم حكي طفل ما على تصرف مو حلو، إنه أنت برأيك هذا السلوك صحيح؟ إنه لا ما أنه صحيح. طب ليه عملته هيك؟ جا عبالي انه لهي الدرجه اللامبالاه مره او تنتين وقت تصرفوا من قبل الاهل، فاليوم عكس هاي القصه او صوره بال اكثر شيء. شو عملتي ربا؟ صراحه بدك تتنفسي كثير وتاخذي هيك نفس طويل وتفكري تتعاملي لك شغله. نحن هلا بمجتمع الطفل هو اللي عم يفرض علينا السلوك، يعني هو عنده سلوك غير مرغوب. تمام، وهو بيعرف انه هذا السلوك غير مرغوب، لكن بنفس الوقت هو بده ردة فعل تناسبه له. يعني وطبعا هذا بيختلف من جنس لجنس. البنت اكيد دلوعه كثير وغنوجه كثير وبدها تعمل اللي بدها اياه وبدها تاخذ اللي بدها اياه لانها هي هيك. بس الصبي بيجي عندك حالات عنف، ضرب رفقاته، تنمر لفظي او تنمر سلوكي، او ايضا كذب. يعني عندك حالات كذب مريبه، يعني بتحسسك انت ككبيره. هلا المعلمين يمكن بحسوا فيني هلا انه انا رفيقي ضربني، رفيقه ما ضربه، بس هو برايه انه لازم رفيقه يتعاقب. ليش؟ لانه هو احسن. تمام، انه انا ما بدي انه هذا يتفضل. ومين بنقه؟ يعني بنقي الطفل يلي بيكون كثير عليه العين وكثير شاطر وكثير متميز، حتى بحديثه مع اهله انه انا الان سبت حب رفيقي هذا لانه خطه حلو وبيطلع بيكتب على اللوح بيوديه للدفاتر وكذا. فهو ثاني يوم بيكون تصرف سلوك مع هذا رفيقه ما بيعجب حدا. بسبب التمييز كمان اليوم، انه اليوم حق كمان على الكادر شوي انه انت عندك فروق فرديه بالذكاء. معلي انا بروح لعند الشخص يلي عنده اقل ادنى وبنمي له تمام ذكاءاته وشغلات مشان يصير ثقته بنفسه اليوم كرمال ما يلجأ. قديش انا عززت، قديش كنت معه نبيله، قديش كانت تصرفاتي لطيفه، قديش كانت ردات فعلي غير متوقعه. هلا الطفل بس يعمل اي سلوك غير مرغوب هو بيتوقع دائما رده فعل عاليه. يعني ممكن يكون صخب من الاهل، سخط، غضب، صراخ، يمكن يتعدى للضرب. وانا كثير 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 باكد على موضوع انه انتم اي موضوع بالعالم بتحلوه بعده عن الضرب، بعده عن العقاب البدني، لانه هذا مو حل. انتم عم تفاقموا المشكله، هون صار عندنا اكبر من هيك. يعني يمكن انا طفلي يتصرف تصرف مو لانه هو بيعرف انه هي مشكله سلوكيه، هو ما بيعرف انه هذا السلوك اللي قمت فيه انه هذا مشكله. تمام، هو قام بشيء يمكن تأثر فيه من البيئة اللي موجودة فيه، أو يمكن أبوه مثلا كان ضايق خلقه فصرخ أو عيط، أو مثلا مسك الريموت كنترول عمله هيك، فهو تاني يوم بالصف عمل نفسه.
تمام، هو عمليا كثير انعكاس لصوره الاهل، بيقلد. نحن دائما اولادنا بيقلدونا، يعني بتشوفي ردات فعلنا دائما بتظهر على الصوره. دائما ربا دائما اكيد شو انه دائما انا بشوف ابني صوره عن زوجي دائما. كمان بنفس الوقت انا بحاول اكون الشخصيه اللي ممكن تاثر ايجابا، كثير بتصرف تصرفات او بحكي بطريقه بصير ابني يقلدني فيها. ليه؟ لانه هو خبر ببيئته هي الشغلات. تمام، انت شوفي بمرحله ما بنوتك الله يخلي لك اياها، بمرحله ما حتى كل الضيوف اليوم لبنوتي يعني انا بشوفها وقت شفتها يخزي العين قلت رشا صغيره، نفس ردات الفعل، نظره العيون، الابتسامه. ليه؟ هن صوره عننا، الطفل صوره عن الواقع اللي بيعيشه، صوره عن بيئته. تمام، فقدي نحن فينا نكون قدوه حسنه، قدي فينا نحسن بتصرفاتنا وردات فعلنا، طفلنا بيكون ايجابي ومشاكله السلوكيه بتصفر يعني. بس يمكن دائما نقول انه في تشابه، ولكن يمكن كمان بيكون في فروقات بين الاخوه. يعني بتلاقي اخ بيتصرف بشكل عدواني، بنفس الوقت الاخ الثاني لا، بتلاقيه بالمدرسه كثير مهذب، كثير رايق مع رفقاته، يعني فينا نقول اساتذه بيشهدوا فيه. شو السبب هون الفروقات الفرديه؟ اذا قلنا نحن اليوم انه الاطفال هن انعكاس عن الاهل، طب ليش عم نشوف هاي الفروقات الفرديه بين الاخوه؟ رح اقول لك شغله. نحن اول ما بيجينا اول ولد بنحط كل شغلاتنا فيه، كل الاهتمام. يعني انا وقت بروح على المدرسه بدي اسال عن ابني، بيقول له لي هو اخو ولا اللهم صل على النبي يغزي العين، هي واو انه اكيد هو مو هيك، مع انه نفس التربيه اللي استخدمتها مع الاول استخدمتها مع الثاني. بس الفكره بس تعدد طبعا نحن الطفل الكبير هاي لا مجال حطينا فيه كل يعني شغلات خارقة يعني. الأصغر بشوي صار يتغنج، هداك كبر. الأصغر شوي أنت صرتي تغنجي تعطيه محبة أكثر، ممكن تسهي عنه بأشياء. مثلا يجي الأكبر بيعرف أنه التصرف هذا كسر لهي، ماما شوفي أخي شو عمل كسر هاي، إنه بدك تطلع إيه؟ طبعا صحيح. أكيد، لأنه الطفل الأول دائما خديها قاعدة، إن كان عن جد ربي بطريقة لفظية، يعني أنت دائما عم تعتمدي معه على الحوار، دائما عم تعتمدي معه على أني أنا رفيقتك وأنت رفيقي ومنروح سوا ومنجي سوا ومنحل مشاكلنا بالنقاش، نحن هادئين قدر الإمكان. أنت ما كان عندك غيره فأولريدي، ما كان عندك ضجة، ما كان عندك توتر، ما كان عندك كان كل وقت لإله يعني. إيه، وكنت مرتاحة ريلاكس. فحتى المسافة بين الأخوة كتير بتلعب دور بالسلوكيات. يعني بتلاحظي أنا بين الولدين الأولانيين في 4 سنين، فالطفل الثاني نحن كتير غنجنا لأنه كان صغير والأكبر منه كبر خلص يعني. فأنتي بيبي، تمام، أنتي البيبي وحلو وكربوج وهيك، وتغنج من هون ومن هون، وكان في تعدد سلطات. يعني كان في عندنا التيتا والجدو، ممنوع انا احكي معه ولا اي حرف شو ما عمل. يعني اذا بالشتويه فتح الصوبيا انا محممته، حط ايده بالصوبيا عادي، طفل عم يستكشف، اكيد عم يستكشف، بس لازم اقل شيء انا اعمل ايماء بوشي انه لا وعي، انه كثير وسخ، انه شحار. يعني عرفت انه الفكره تعدد السلطات، صار بيعرف انه في حدا عم يدافع عنه، تيتا جده، بيجي عمه كذلك الامر اخده هيك، بتشوفيه طاير بالسماء وهيك واكلعته الهيفا، بيعرف انه ما فيني عم احكي، فصار عنده ارتخاء، صار عنده انه ممكن انا اعمل اي سلوك اي سلوك في حدا اولريدي عامل لي خط دفاع، يعني ما في داعي هو يعمل خطوط. فهون السلوكيات اللي اتبعتها مع اول شخص وكنت لحالي انا، ما كان في بيت احمى، ما كان في عمه يعني نشوفهم بالمناسبات اكيد. اجى الشخص الثاني، يعني الولد الثاني، هو نساكي كل شيء عملتي، وانت بتوصلي على موقع ما انه انا بصير عندي مسؤوليات زياده. صحيح. انا ابني فات على المدرسه، انا صار بدي اسس، صار بدي اعلم. ظروف الحياه، قديش الام العامله بتعاني، نحن كل يوم بدنا نروح من الصبح، يعني انت ابنك بدها تحطيه بالروضه او بالمربيه او بده يروح على المدرسه بعد ما بيكبر. هون مشكله يا ربا، اليوم صار في اكثر من شخص عم بيربي هذا الطفل، اللي كان الام، اللي كان الاب، اللي كان بالحضانه، بالمدرسه، العائله، بيت الجد، هدول. صحيح. يعني فاليوم بتاسس الام لشيء هي حاببته بطفلها، ممكن شخص يجي يعني ينزع كل شيء او يفسد كل شيء ساويته الام يعني. بس اليوم هون، هل اليوم نحن مطلوب منا انه نحن نخجل
انه انا ابني بدي اياه هيك، يعني انا مو كرمال انه حدا بخص العائله ينزع لي مثلا سلوكياته. قد ايه الام اليوم لازم تكون يعني دقيقه بهي النقطه؟ لك هلا رح لك شغله، نحن بمجتمعاتنا عم نعتمد كلياتنا على التنظير، كله بينظر على تربايه كله، وكانه وكله بس يقعد يحكي انه انا اولادي بروفيشنال وانا ما في وانا ما بنقص عنهم شيء. وانا يا حبيبتي رح اقول لك شغله، نحن كامهات بنتمنى ما حدا يتدخل باولادنا، بس نحن احتراما لكبار السن واحتراما انه الولد مثل ما بيقول لك ما اغلى من الولد الا ولد الولد. انا وقت تجي انا حماتي عاطفيه جدا، ما فيني امك بجوز تكون هي الله يرحمها. الفكره انه اللي بيحبك عن جد بيربي معك قولا واحدا، وانت وقت تشوفي اي سلوك مو منيح من اي حدا وسبب هذا الشيء دلال زائد لابنك، عمل له تصرف، اي سلوك طلع من ابنك خاطئ وحدا قال لك تركي، انت قولي لهذا اللي قال تركي ما بدي خجل صراحه، ما بدي خجل رجاء الا الشيء الغلط. انا فيني المحبه، اكيد بتمنى كل العالم تحب اولادي، واكيد اي حدا بالعالم مين ما بيحب الطفل. صحيح، بس يعني اليوم هدول السلوكيات اللي عم السلوكيات يتعلمون عم بالبيت مع الام، واليوم الام هون يعني هي اللي عم تتحمل هي النتيجه هي السلبيه. فانا دائما بعمل ستوب لاي حدا بده يتدخل بتربيتي، لو سمحتي ماما انا واحد اثنين ثلاثه ماشي عليه. حتى دائما بتليفوناتي وقت بحكي معهم نحن رايحين لعندكم، طلعوا فرضا يعني احمد اذا بيقيم الفازه بيكسرها مو بتقولي له فداك تمام في سريع راسه ماما انا بتمنى انك تساعديني بهي القصه. اذا رايحه عبيت اخي ما علي، مو هلا تروح تجيب لي اكلات طيبه كثير، انا عاملت لهم توازن بالاكلات الحلويات اي شيء، عامله برنامج عم نمشي عليه، لانه كمان بيهمني انا المحبه ما تقتل لي ابني، ما تنهي لي هذا الطفل اللي معتمد ببيته. مثلا انت عندك نظام غذائي معين، انت عم تتبعيه مع ابنك لحتى يتعلم انه مو كل شيء متاح، هذا النظام الغذائي بينتزع بس تروحي لعند اخوك او اختك، ما عليه خليهم اختي والله انه حرام خليهم يشتروا، كل شوي بتروحوا تشتروا تعوا لكم شو باب المحبه. ولكن هي نتائجها جدا سلبيه جدا، لانه خاصه بالوضع الاقتصادي هلا بصير الطفل متعود على طول هات هات ايه يعني بده الخمسات، عرفتي انه هي اللون الرمادي فضي ايه، فانه رفيقي هيك بيجيب، عرفتي قديش نحن لازم ننمي عند طبعاً اولادنا فكره ما تفكروا انه كل شيء مثل الفانوس السحري اللي بدكم اياه بيصير، وقديش انا لازم اعمل طفلي مستقل بنفس الوقت بضمن الاستقلاليه قاب قوسين انه انت تتحمل المسؤوليه معي. يعني أنا يمكن بعد 20 الشهر ما عندي غير المبالغ يلي أنا قايمتها، يمكن فاتورة النت كذا، بدي جيب لحمة، بدي جيب فواكه، بدي جيب يعني نحن كل يوم عندنا اللانش بوكس، كل يوم طيب ما عليه هاي اللانش بوكس فيها فواكه، فيها قطعتين حلو، فيها الساندويش، هي بتكفي. قديش أنا بدي أعلمه الاقتصاد لابني تمام، يعني هي كمان مشكله سلوكيه انه انا اتاثر بالوسط المحيط فيه بالمدرسه واجي الا لامي والله انا بدي مثل رفيقي ما اتمثل بالاخر انا ما معي موزي. هي الفكره كمان انا بدي احكي عبر منبركم انه نحن دائما بالمدرسه شو ما كانت حتى لو كانت خاصه او عامه، مو كل شيء عندك بالمطبخ عزيزتي الام تحطيه باللانش بوكس، كلياتنا فينا نحط باللانش بوكس عسل وجوز وهيك فينا، مو الكلفه حرام لازم يعني بشكل عام احنا نفرض جدلا، لكن انا بدي راعي انه في اطفال تماما دخلهم محدود جدا اهلهم، او فاقدين احد اسرهم يعني من الاسره، او هن مو عايشين اصلا عند اهاليهم، يمكن في انفصال، يمكن كل شيء محسوب عليهم، في قصص كثير بالحياه لازم تعلم الطفل الاحساس بالاخر، يعني هي كمان مسؤوليه. يعني بتجيكي احداهن بتقلي أنسة ممكن نسميه لهذا تعاطف أو شفقة؟ لا يا حبيبتي هي مو تعاطف أو شفقة، هي إنسانية، هي بتصير أنت كسلوكيات وكمان كألفاظ أنت بتعتمديها مع ابنك، حرام تقولي يا حرام، مو يا حرام ماما. في عندهم مثلا أزمة مالية هلأ، أو يمكن هدول الأطفال ما عندهم قدرة مالية لقدام إن شاء الله بيصيروا
قديش انا لازم ادخل هي استاذه ربا؟ خلينا نركز على السلوك العدواني. قد اليوم بتلاقي نسبه من الاهالي ما بيعرفوا انه طفلهم عنده سلوكيات غير مناسبه غير لما ياخذ الطفل الجلاء بنهايه المدرسه؟ بتلاقي هي الملاحظات اللي كل الطلاب بيخافوا منها، ولكن ما بيفضوا يمكن الاهالي يسالوا عن اطفالهم خلال فتره الدراسه، خلال المرحله الدراسيه. فخلينا نوضح قد ايه مهم الاهالي يعطوا من وقتهم يسالوا عن اطفالهم بالمدرسه، كيف عم يكون سلوكهم، كيف عم يتعاملوا مع الطلاب، مع اقرانهم، مع الاساتذه، قد ايه مهمه هي النقطه؟ رح اقول لك شغله فظيع منيح، انه ما في اداره مدرسه ولا مرشدين نفسيين الا وبياكدوا دائما وبيدعوا الاهل، يعني اي مشكله مهما كانت بسيطه صار عم يستدعوا الاهل على المدرسه، احيانا بتكون شجار عادي، بس طيب انا كام قبل ما يستدعوني على المدرسه ما عم شوف ابني كمان ما بيجوا، ممكن يطنشوا الانذار عادي، هدول ما هم مسؤولين، يعني هدول انه هدول بس عاملين اسره هيك منظر انه نحن تزوجنا، هدول هن انعكاس الطفل. يعني عمليا انا وقت بده يكونوا الاهل هيك معناتها شو ما طلع من الطفل كتر خيره والله. صحيح. يمكن هو عم يربي حاله بحاله. لا الفكره قديش بده يكون في تعاون بين الاهل والمدرسه، ما في حدا ما كان عنده مشاكل سلوكيه، ومو بالضروره نسميها مشكله لانه المشكله هي بدها حل، تمام؟ يمكن هي نزعه او حاله عرضيه طارئه، نعم تمام، يمكن تكون رده فعل او غضب او فانا تصرفت بطريقه سلوكيه خاطئه، تمام، يمكن ما اعتمدوا سلوك على طول، انا كيف بدي اتعاون مع المدرسه دائما؟ انا كأم اجباري بدي اروح بين الفينه والاخرى اسال عن ابني وعن سلوكه، اذا ما تم استدعائي بسبب اي مشكله كانت، واذا تم استدعائي بسبب اي مشكله كانت اكيد انا بدي اكون جدا متفاهمة مع ابني على نقاط ما، وما بدي عالج أي مشكلة بالعالم بالعقاب، خصوصاً العقاب البدني. أنا بهمني استخدم بدائل العقاب اللي هي الحوار، اللي هي أني أنا أبداً ما أكون غضوبة بردات فعلي، قديش أنا بدي أكون طيبة وسلسة وفهمه سلوكه شو عمل عند الشخص الثاني، سواء كان ضرب أو شيء بذيء. هلأ كتير بتشوفي لفظي، يعني تعني ما بصير، خلينا نقول ما بصير ابدا اني انا جمل له اي شيء، خليني دائما اتصرف معه كانه كبير لحتى يتعلم مسؤوليه، وحسسه بالطرف الاخر، حط حالك مكان الشخص اللي انت عملت له هيك. دائما التواصل مع المرشدين النفسيين كثير مهم، بتلاقي بكل مدرسه ما يقارب 3-4 مرشدين نفسيين صدقا بيقوموا بواجبهم على اتم وجه، ودائما انا بتشكرهم طبعا قبل منبركم. نحن نحظى بأكاديميين ضمن مدارسنا ترفع لهم القبعة، فقديش مهم أنه الأم تكون يقظة تنتبه على تصرفات ابنها ردات فعله بالبيت، وبنفس الوقت تسأل دائما وما توفر جهد أنها تروح على المدرسة، حتى بوقت بيكون في اجتماع أولياء الأمور دائما تروح وتناقش وتشوف حتى وتسأل اليوم كل المدرسين. روبا يعني اختصرت حتى هاي القصة، يعني خلينا نقول اختصرت، صارت اليوم الأنسة المسؤولة عن هدول الطلاب تعمل مجموعة جروب على الواتساب، وانت حضرتك اكيد عملتيها، يعني أكيد. هي يومية كل ام بتبعت اذا بدها شيء، المس بتبعت ملاحظات، هذا التواصل جدا مهم لنحن نقدر نعرف طفلنا كيف عم يقضي نهاره بالمدرسة. نصائح عامة لإدارة السلوكيات، وانت قلتي بعده عن التعنيف، مع انه في بعض الاطفال وبعض الامهات بتقلك انا ابني اذا ما ضربته ما بيهدى، يعني هي مو تربية صراحة، هي مو تربية. أنا وقت بدي أعنف ابني أنا إذا ضربته فهو عمليا لأنه ضربته وقف السلوك، بس هو بغيابي يا ترى رح يوقفه؟ أنا بنصح كل الأمهات يعتمدوا التربية الحديثة، التربية الحديثة كتير إلى مزايا حلوة، يعني قديش حلو أنت دائما تتناقشي مع ابنك وتستوعبي أنه هو ممكن يغلط، وأنت قلي له أنه أنا ماما غلطت وقت كنت صغيرة، لو ما غلطت ما تعلمت الصح. قديش بهمني أنا ما جمله السلوك السيء أو أني دافع عنه، شو ما كان في شكوى على ابني. أنا بلاحظ أنه في أمهات بدافعوا عن أولاد، لا مستحيل ابني يعملك، لو أنت شو ما تحكي معقولي؟ لا أنت مخربط، أنت مخربط، إيه أو ممكن تعمل مشكلة، أنه المهم أنه طلعت ابنها طب تمام؟ لا 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 ما بدافع عن ابني، أنا بعترف أمامنا أمام الكل، أنا بعترف أني أنا بعاني يعني من القصة. انا دائما بس انزوي مع ابني حتى بقعده بعض الظهر، يعني هيك وقاعدين على رواق ونشرب فنجان شاي،
بقعد انا بعطي نصائح، بزدي نصائح، ودائما خلونا بوقت العطله ناخذهم بريك من الضغط. اطفالنا مضغوطين، مضغوطين لانه هن بحاجه لنا بكل مراحل الحياه. صحيح. ونحن مضغوطين لانه نحن بعاد عنهم، وبس نشوفهم بنكون كثير تعبانين، فما يعني ما عم يكون في هذا القلق تبع اللقاء، يعني يمكن ضمه بسيطه، بوسه، ويلا ماما خلص، يعني عم اعطي دائما اوامر، معلش كونوا قريبين قدر الامكان، لا تعطوا اوامر، علموا طفلكم المحبه، طفلكم المحبه بالبيت اخذ احتضان، اخذ محبه برا رح يعبر عن هذا الشيء صراحه. وانا بعقب على موضوع مع مجموعه الواتس، انه مهما كان الطفل عامل ما تخبروا الام على مجموعه الواتس قدام الامهات. صحيح، يعني كثير راعوا مشاعر الامهات، لانه ما حدا بيعرف قديش نحن عم نعاني. انا كمعلمه براعي شعور الام، لانه الام بالنهايه حدا مقدس. اليوم الام او مجموعه الامهات يحترموا تعب والكادر التدريسي. أكيد. يعني أكيد. للامانه اليوم يعني في كثير نقاط سلبيه من الامهات، يعني بعد كل هذا المجهود اليوم انتم اللي عم تاسسوا، يعني انتم اللي عم تكونوا شركاء تربيه وتعليم، يعني ف بدها القصه وعي تماما. يعني انا اليوم اي شيء بصير مع بنتي بتقلي الميسة عملت كذا، لانه انت لو ما غلطتي هي ما عملت هيك. يعني اوكي، مو بروق، في ناس بترحل على المدرسه بدها تقاتل وبدها الفكره بالوعي قديش. انا معلش لو بوقف مكان هذا المعلم خمس دقائق يمكن بصير معكم جنان. فيك يعني توقفي تعلمي هيدي. هو انسان يعني كاد المعلم ان يكون رسولا. صحيح. فبنتمنى منهم عبر منبركم عن جد انه بس يراعوا انه نحن امهات بالحياه، واكيد ما بنتمنى نسيء لاي طفل. وبنفس الوقت نحن ما بنتمنى نسيء لاي ام، يعني انا قدر الامكان بكون بالي طويل، قدر الامكان انا يعني بعطي اعذار للام، يعني صراحه انا بخليها تحكي اللي بدها اياه وبتعامل بعدين مع ليكي. هلا هي علاقه متبادله، قديش انت كنتي محترمه مهما كان اللي قدامك شخص ما عنده خوض بالحياه ولا بتجاربه ولا بطرق التعامل، بصير بيخجل وقت تكوني انت بالنهايه. يمكن هي عمليه متكامله اليوم ان كان بين الاهالي او المدرسه. مشكوره جهودكم استاذه ربا وجهود كل الاساتذه اليوم يلي عم يدعموا هدول الطلاب ويساهموا لحتى يطلع جيل ناشئ ومتعلم بشكل كثير تمام. بنشكرك انت معنا الاختصاصيه التربويه ربا ناصر، اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا فيك. شكرا لك استاذه ربا، يعطيكم الف عافيه، قلوبنا معكم، وشكرا عن جد شكرا من القلب. اليوم نحن يعني اعتمادنا الاكبر عليكم، لانه نحن اليوم يعني القسم الاكبر عنده ضغوط حياة وعمل وشغل، فعم يكون القسم الأكبر من الوقت هو معكم. يعني شكرا من خلالك لكل الكادر التدريسي. شكرا لحضرتك. أهلا.